ابني. هلا حبايبنا، شلونكم؟ من زمان ما صورنا فلوق لليوتيوب. طبعا اليوم حبايبنا كله بالبيت قاعدين، وثلج هاليوم. لا بارده كانت هاليوم. بارده ثاني مره، ديك المره نزل ثلج وما، هاليوم قلنا خلنا نستغل الفرصه. انا اللي قلت اقنع عزوز، انا اللي قلت قلي لا بارده، نو لا بارده، انا اللي اقنعته بالقوه. وهسه رايحين على مود نصور لكم فلوق. اقول خطيه بابا. اوه انت اللي قلت البابا، انت اللي قلت البابا، ماما اللي قالت. نو اي تولد يو. اوكي اوكي anyway. يلا اوكي، منو اللي قال؟ المهم احنا طالعين، صح ولا لا؟ صح. اوكي اليوم حبايبنا راح نوديكم على مكان ونوريكم الفعاليات اللي نسويها بشتاء ميشيغان. بس قبل لا نبدا البلوج، شو لازم تسوون؟ شير هذا الفيديو ويا احبابكم واصحابكم وجيرانكم خالاتكم عماتكم، وبعد اشتركون بالقناه قبل الشير. اشتركوا بالقناه وتابعونا على الانستغرام والتيك توك. وين تيك توك؟ طبعا حسابنا كله رومي روز على التيك توك، على الانستغرام، على اليوتيوب. واهلا اهلا بعيلة برومي روز، الضيوف الجديدة اللي قاعد تضيفنا، حياكم الله. واللي ما اشترى من المنتج مال زوزو اوكي روحوا جربوه، طبعا منتج سحري الحمد لله. جربه هم اللي قاعد كلام الناس، هاي الناس كلها قاعد تقول زين انه سحري. الحمد لله تبارك الرحمن. طبعا المنتج مالتنا هو منتج مكون من مواد طبيعيه، يساعد على تغذيه الشعر، يحفز نمو الشعر، ويقلل من تساقط الشعر، ويطول الشعر. وروحوا تشيكوا الويب سايت، تشيكوا الويب سايت مالتنا www.promirose.com. هسه خليكم، خلونا نروح نشوف وين رايحين اليوم. وهسه احنا قربنا للمكان. طبعا هذا المكان شفته من صفحة ميشيغان امريكا، كل التحية لهم، نوجه لهم تحية. واذا مو متابعين روحوا تابعوها، وهذا العنوان موجود هسه على الشاشة عشان لا تسألوني وين المكان موجود. هذا كتبت لكم اياه على الشاشة. شوفوا شنو هنا اكو، من راح يلعب هنا؟ سو وصلنا للمكان، وعد راح يبقى بالسيارة. ليش؟ ليش؟ إيلاني نايم. إيلاني نايم وأنا والأولاد رايحين. هاي أنا مالتي حصلت عليها، وهسه رايحين على الطريق. هي تجي مثل حديقة، أنا هسه ما قاعدة أشوف لأن طاحت بطاقية على عيوني. أوكي وهناك راح نروح نتمشى له ونروح نلم يم هذا الجبل. يا زين شنو رأيك؟ مستانس؟ طبعا هاي الشيء اللي أنا وياك راح نصعد بيها. أوكي ها؟ جرها من وراك عادي، جرها. ايه هيجي ها ها امشي. ايه هنا عندنا ارسلان وعندنا ايان، ماشيين مستمرين. طبعا حبايبي دنيا كلش بارده، شفتوا هسه انا طلعت ايدي هاي على مود امسك الكاميرا واصور لكم جمده ايدي. اوكي جامده، ومن نزلت ما صورت لكم وانا قاعد انزل، الثلج كله اجى بوجهي، يعني وجهي جبل. انا ايه انا اجيت اكثر من عندهم يعني نزلت. هسه خلينا نصور مره ثانيه، بس ايدي هسه شوف هاي جامده، كلش جامده. اوه جمد جمود. طبعا هنا عندنا ايان وارسلان مستانسين. خليني اسالكم ارسلان، ارسلان يو هاف فان؟ يس رايت. اوكي يلا روحوا تحت، يلا كل واحد يروح بروحه، حتى ارسلان. ارسلان يروح بروحه. اوكي راح اروح مع ارسلان. طبعا حبايبي انا ما اقدر اصور لكم واحنا نتزحلق، لان انا ما اقدر امسك الكاميرا، بصوركم شوف المنظر. اوكي هنا كلش حلو، واكو بجهتين، هاي الجهه الثانيه تجي شلون تو صعدتين، يعني هاي صعده شوف شلون راح ينزل بعدين نزله ثانيه. نعم اوه اوكي انا راح اخذ هاي، خلوا لي هاي. وين ارسلان؟ ها بعده ارسلان. يلا ننزل، يلا ليتس جو ليتس جو جايز. هاي حبايبنا خلصنا، الاولاد قالوا جمدوا فراجعين على السياره. شوفوا ايلاني ارسلان الكسول. لا 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 فلت فلت، واحد يمسك الثاني، وايوني البطل هو اللي يجرهم، يجر اخواننا الصغار. طبعا اريد اوجه شكر وتقدير الى زوجي العزيز انه جاب على هذا المكان. أهلاً شكرا أهلاً. شكرا. وهسه حاليا رايح للمكان الثاني اللي انا قلت عليه. لا مو للبيت، رايحين سكيتنج.
وهذا المكان فيه فري سكيتنج كاتبين، فخلينا نستكشف. صحيح فري سكيتنج يعطوكم أحذية وتسوون سكيتنج، ويما فارم ماركتنج سوق خضرة، صح؟ فارم ماركتنج سوق مزرعة يعني. سوق مزرعة. المهم يلا حبايبي تعالوا معنا بالطريق، وهسه راح اكتب لكم العنوان بالشاشة. اوكي حبايبي هسه احنا رايحين حق المكان الثاني، وهذا العنوان موجود بالشاشة. وصلنا. طبعا هذا هو اولي. اولاد مستانسين؟ First of all, I said I was not gonna come because I was bored, and I saw. First of all, I was not gonna come there because I thought it's gonna be like we're gonna take a long walk there and walk. But it's just close to us right now. It's so easy. It's not that far. Yeah. يلا هسا خلينا نشوف إبداعاتكم. يلا. Are you ready, Arsalan? Yeah. Wow. هذا أكثر واحد ready فينا. This is my second time in my life going skiing. يلا. شوفوا حبايبي. ما ادري اذا واضحه الصوره هسه، مكتوب فري بابليك سكيتنج من ديسمبر فبراير، من شهر 12 الى شهر 2. هذا هو هنا، وهنا اكو قاعده والاولاد مستانسين. شوفوا هنا اول ما ندخل اكو هذه الاحذيه هنا، تختارون القياس مالتكم وتسوون سكيتنج هناك. هلي هلي هلي. حرامات ما صورت لكم اياه قبل الكاميرا كان يرقص. سو قاعدين هنا قاعد يلبسون. شوفوا هنا تاخذون الشوز وبعدين تروحون تسوون السكيتنج. ايان خلص، ايان ريدي؟ اوكي. وها هنا نحن الان. شوفوا هناك ايان، طبعا ارسلان ما عرف، يحطون الاولاد بهذا الكرسي يا انه هيك يقعدون ويزحلقون، او انه يعني يمسكون من ورا ويحاولون يدفعونه. وبعده وعد مع شو يسمونه يزن، وهذا هو العنوان مالتها. وهنا عندنا ايلان لاول مره بالثلج. اوه شنو هاي؟ شنو هاي ماسك لك قطعه وترايت؟ نا نا كيخ. وهنا طبعا راحوا للسيارة لأن صارت كلش باردة، بس عندنا يزن يقول لا هو يريد يلعب فقاعدة وياه. اوكي حبايبي هذا المكان كلش حلو صراحة، وهذا الداون تاون مال منطقة فارمينغتون، صراحة كلش حلوة هاي المنطقة. وهسه خلصنا من السكيتينج. ثانك يو ثانك يو فيري ماتش. هلا هلا بزوزو. هلا هلا. هسه قلت له خلينا بس شوي نفطر هنا نشوف شنو الاماكن او الشغل. شفنا مكتوب ذا تشيز ليدي، وهذا المطعم اعتقد عربي من هناك صراحه تشوفه لانه بي شاورما. بابا. نعم بابا. شوف هاي ما هاي فاتحه بابا. شوف هسه بلشت تليل الدنيا، وشوف الأضواء الجميلة صراحة عجبتني هاي المنطقة كلش حلوة. ولازم منتجون thick gloves. أنا لازم أنا gloves مالتي زوزو عندها thick gloves وجمدتي. اي ولازم تجيبون قبعة على راسكم يعني من تطلعون برا. صحيح هي الدنيا باردة ونقول باردة اوكي، بس من تلبسون شيء ثقيل مثل هسه أنا لابسة هذا قفازات، ونسيت لازم تكون قبعة هم فوق هاي يعني قبعة. الأولاد بيرفكت جلابس تيجي جلابس مال مال ثلج، حتى مين كف الثلج ما يصير بيها ماي. وين مال أرسلان مثل هسه هاي مالتي هاي تجي مثل النايلون نايلون. ما تجي يا حتى بابا. نعم وين از يور جلابس؟ ليت مي سي وان ماي يا هاي مثل هاي هيج مثل هاي اوكي تيجي بلاستيك ومن جوا صوف ما في ذا مبين ولا لا. هاي مال ارسلان هاي مال ارسلان هيج حلوه لازم اوريكم اياها. حتى مني كضل ماي ما تنقع ماي. قلنا الايان اليز منو اللي ما جاب ايان جاب مالته بيها بلاستيك بس صوف نقعت ماي. اوكي حبايبنا وصلنا احنا وياكم لنهايه يومنا. يومنا يا يوم او فيديو يا يوم هذا اليوم اللي احنا صورنا لهم اياه. لا شلون نهايته؟ ليش؟
خذ سوق هسه زوز. اوكي خليني انا اختم لكم الفيديو لعاد، انت خليك سايق وانا اقول لكم حبايبنا قبل لا ترحون بليز اشتركوا بقناتنا، شاركوا هذا الفيديو بين احبابكم، وكتبوا لنا بالتعليقات انتم من وين اجيتونا، هل انتم تابعتونا من الاول يوتيوب ولا تيك توك ولا انستغرام ولا وين؟ ولا فيسبوك. وتحياتي لكم. هسه خود جو الشتاء راح شو تقول لي زوزو شهر 2 راح يجينا الربيع. الربيع شو القضية؟ بعدنا ما شفنا الشتاء بس الحمد لله والشكر. طبعا احنا وجهنا خير على ميشيغان. طبعا قبل كانت باردة تكتب، من اجينا لها قام يخف البرد سبحان الله. والله صحيح. شوف شلون رجلنا خضرة وراح نقطع الثلج قطع لكم جماعة. قبل كنا أول سنة يعني كانوا ينظفون يقولون هسه احنا ما قاعدين ننظف يعني. هاليوم بس نظفت والحمد لله يعني جيراننا ساعدني يا اوكي بالمكان مرة 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 نظفنا بالها هاي السنة هسه المشيغن شتاء هاي مرة نظفنا. لا نظفت أنا بس خفيف قاعد يجي ويذوب خفيف. طولنا عليكم، باي باي.